بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ويتجدد اللقاء مع اسماء الله الحسنى اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب ونبدا مع فضيلتكم في حلقه اليوم باسمه القدوس. ما معنى كلمه القدوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله الصلاة وصحبه. الصلاة. القدوس طبعا كما تحدثنا في الحلقة السابقة من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن ورد في حديث أبي هريرة المعدد والمفصل بالأسماء وما هو, هو ما أجمع عليه المسلمون معنى القدوس مأخوذ من أو مشتق من التقديس بمعنى التطهير والتنزيه يعني تقدس شيئا عن كذا تنزهه أو تطهره من أن تلتحق به هذه الصفة التي تقدسه عنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى كاسم نعم. من أسماء الله معناه أنه المنزه المطهر في ذاته وفي صفاته وأفعاله عن الأوصاف التي تلحق غيره من المخلوقين نعم يعني مثلا أي صورة يتصورها العقل لله سبحانه وتعالى نعم فهو مقدس عنها منزه عنها ومطهر عنها لا يمكن أن تنطبق عليه بحال من الأحوال نعم. أي خاطر أيضا يحصل في من القوى الأخرى غير القوى العقلية كالوهم أو الخيال نعم. أو المحسوسات أو حتى اختلاجات الضمائر نعم. والمشاعر كل هذه الصور حينما تسمع كلمة الله سبحانه وتعالى وتبدأ سبحانه يعني نعم. تفكر كل هذه الصور الله منزه مقدس عنها نعم. منزه ومقدس عنها طيب يقال دائما كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك فالله على غير ذلك على غير ذلك طبعا لا يكون كما تصورته أبدا ولا كما عقلته ولا كما يعني صورته أحاسيسك أو خيالاتك أو أوهامك وعندنا آية أو حجة في هذا الموضوع في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني لما يقول السميع البصير ما تفتكرش انه يسمع باذن او يبصر بعين أو هذه صفات الحواس يعني نحن فواحنا مسجونين العقل حتى مسجون في وسائل الادراك التي يدرك آه بها نعم فكلما سمع كلمه يعني سميع او بصير او 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 قدير او كذا يتخيل او او بالضروره عنده يفهم الصفات اللي صف الأذن وكيف تسمع لأنه لم يرى موجودا يسمع بدون أذن حتى يتصور هذه الصورة أو يسمع بدون صوت أو يتكلم بغير صوت أن لا أو لا يعني يكون نعم. محكوما بالقوانين الطبيعيه الامواج الصوتيه وكذا نعم. هو لم يرى موجود يعني فوق هذا. وهذه هي طريقه التفكير التي جبل عليها العقل البشري، ربط طبعاً الاشياء ببعضها عن طريق وسائل طبعا لانه نعم. هو يعني هو كون صوره سميع وبصير نعم. من فين ما هو من, من من القوانين الحسيه. من هذا القبيل كل ما يتصوره العقل فالله مقدس عنه. نعم. يعني مقدس عن صور العقل صور الخيال الى الايه الكريمه كما قلنا كما ذكرناها وهو ليس كمثله شيء لا. ومع ذلك يعني لو وقف هنا يبقى إذن لا نستطيع ان نعرف له صفه لانه قال ما فيش ما, ما تحاولوش ما لكن بعد ذلك اثبت من ذاته وكما قلنا في اول حلقه أنه هو الذي أخبر عن نفسه أنني سميع وأنني بصير لكن لا تظن أنه يسمع بأذن أنه يسمع بصوت أو أنه يسمع هذه أمور يعني تقدس عنها وحين نفاها في الأول يعني هو أثبت أنه يسمع عباده ويبصرهم لكن قبل ذلك مباشرة قال لكني لا أسمعهم كما يسمع بعضهم بعضا ولا أبصرهم كما يبصر بعضهم بعضا لا أحتاج في سماعي لهم ولا رؤيتي لهم الى حاسه هذه الانماط تنطبق فقط على الموجودات والمخلوقات. على الموجودات الحسيه نعم على الموجودات الحسيه انما بالنسبه لله سبحانه وتعالى هو فوق ذلك هو مقدس هو قدوس نعم. فمعنى قدوس التنزيه والتطهير والاعتلاء عن صفات المخلوقين فضيلة الإمام هو قدس نفسه بنفسه فهو فهل يحتاج إلى من يقدسه سبحانه جل وعلا آه نعم دي هذا هو ودي تعتمد إلى على معرفة على يعني اسم الفاعل واسم المفعول في ودي, ودي سهلة يعني مثلا لما نقول مثلا آكل أو خلينا في يعني مثلنا الأزهر القديم ضارب هو الذي آه فعل الضرب قام بفعل الضرب قام نعم. بفعل ده اسم فاعل لانه اسم سموه اسم فاعل لانه نعم. فعل الضرب لما نقول مضروب بنسميه اسم مفعول مفعول لانه هو الذي وقع عليه الضرب الضرب تيجي احيانا آه صيغ معينه ما نعم. فيهاش ده انما تحتمل هذا وتحتمل ذاك وتحتاج الى آه تفسير نعم. فمثلا منها هذه الصفه قدوس قدوس نعم. دي صالحه لان نفكها بقدوس بمعنى مقدس نعم. شخص يقدس اخر العباد مثلا يقدسون الله نعم. او فالله هنا طبعا وده مش صحيح فالله مقدس نعم. من عباده او يكون بمعنى فاعل يعني <applause> الله هو المقدس ذاته سواء قدسه الخلق او قبل الخلق او بعد الخلق لا. هنا قدوس ليس بمعنى الخلق الم... ليس بمعنى ال... يعني اسم المفعول بان الله مقدس لا. من العباد لا انما هي باسم الفاعل بمعنى ان الله هو الذي قدس ذاته فهو مقدس ذاته منذ الازل فهو مقدس منذ الازل سواء لا. وجد العباد او بعد العباد أو مع العباد او بعد العباد فاذا هو المقدس ذاته وليس كما يفهم كثيرون احنا اللي قدسناه بمعنى ان احنا قبل ان نوجد لم تكن هذه الصفه موجوده فلما فلما وجدنا وقدسناه اصبح قدوسا او بمعنى مقدس لا. وسبحانه جل وعلا ان تحدث له الحوادث طبعا يعني آه ان تلحق به صفه يلحق به التغير ولذلك نعم التغير ده من اكبر النقائص التي تنتفي لان التغير يعني الاحتياج انك نعم انت قبل كده ما كنتش محتاج لما تغيرت انت محتاج الى ما تغيرت اليه. والله سبحانه وتعالى طبعا في الحلقه الماضيه قلنا انه الملك المطلق الذي لا, لا يحتاج الى غيره ابدا لا في ذاته ولا في صفاته ولا, ولا في, في افعاله ولا في افعاله. فاذا قدوس هنا بمعنى مقدس. مين لا. المقدس؟ ان الله مقدس ذاته سبحانه وتعالى. سواء وجد مقدس أو لم يوجد سواء وجد الخلق أو لم يوجد نعم. فإذا كان الخلق يقدسونه ده أهلا وسهلا لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدس ذاته منذ أنه لا يتصف بنقيصة أبدا نعم. ويعني وطبعا له سبحانه وتعالى العزة المطلقة سبحان هو المطلق نعم. على صفات الخلق فإذا القدوس مأخوذ من التقديس بمعنى نعم. التطهير والتنزيه وقدوس هنا بمعنى أن الله هو المقدس ذاته وليس معنى أنه لم يكن كذلك وانتظر والله المثل الأعلى نعم. وانتظر حتى وجد الخلق وحين قدسوه أصبح هو نعم. مقدس لا هو, لا هو نفهم قدوس قبل الموجودات وبعدها قبل الموجودات ومعها وبعدها نعم. وبعد طيب الموجودات ما تفنى التقديس ينتهي طيب وقبل قبل الموجودات ان تكون موجوده هل, هل هل يعني نقول انه لم يكن مقدسا؟ لا هنا يجب ان نفهم هذا المعنى ان قدوس بمعنى هو المقدس لا. لنفسه وذاته وال يعني ايضا كلمه سبوح لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح لا. سبوح بمعنى هو المسبح ذاته No. قبل سبحان ان الله. يكون هناك من المسبحون من العباد no. ومن غير العباد لأننا نعلم ان المسألة التسبيح ليست قاصره على no. على العباد فقط بمعنى البني ادم انما الكون كله مسبح لله سبحانه وتعالى سبحان وتحاني. الله حتى الجمادات تسبح لله سبحانه طيرا وحيوانا no. ووحشا ونباتا وجمادا والايات كثيره في يعني كم كم سوره تبدا بيسبح نعم. لله ما في السماوات وما في الارض وقال سبح لله قال في ما وليس من طبعا نعم. لله ما في السماء وفي يسبح لله ما في السماوات وفي وان من شيء الا يسبح بحمده نعم. يعني لا يوجد شيء وشيء دي كما يقول النكره تعم كل شيء سواء كان انسانا او اسمه شيء يعني لا يوجد شيء في هذه الاكوان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لا تفقهون تسبيحه لا يفقه الإنس إن ماذا يقول الجماد وماذا ومعنى هذا أن الكون حي وإحنا تكلمنا لا. في, في أو اتكأنا على هذه الفكرة في مؤتمر المناخ وقلنا أن يعني الذين يظنون أنهم يتصرفون في آه هذا الكون في الأشجار وفي كذا لا. وفي كذا تصرف المالك لا ده المفروض ان هنا ها هنا اخوه اخوه بين الانسان وبين اشياء الكون لان احياء يسبحون نعم لكن نمط الحياه مختلف لا ندركه لا طبعا لا ندركه قد يكون اعمق من تسميحنا قد يكون اقل وقد يكون لكن لا نف لا نفهم نف... حتى لو سمعناه لا نفهمه نعم ف الله. آه نعم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وبرضه يعني مع سيدنا سليمان يا جبال أوبي معه الطير التأويب هو ترجيع التسبيح فالجبال كان يعني كان يسبح داود وكان يسبح والجبال ترد عليه التسبيح والطير يرد عليه التسبيح يعني سبحانه وتعالى سبحان الله يهمنا هنا أنه سبحانه وتعالى هو المسبح ذاته لأن يعني سبوحنا مش مسبح يعني مش لا. مسبح له مسبح لذاته لا. قدوس مقدس وليس مقدس العلماء لا. أيضا قالوا يعني إذا كان الأمر كذلك فما هو حظ العبيد أو الإنسان من هذا الاسم إيه نصيبه لا. يعني لا. من القدوس آه من قدوس لا. فقالوا هو طبعا لا نصيب له بمعنى أن الله هو المقدس لذاته فهاش كلام دي لكن أن يتشبه بأن يقدس آه نفسه, عن, نعم. الشهوات. ينزه نفسه ينزه عن الشهوات ينزه نفسه عن الشهوات نقول تقديس معنى نعم. التنزيه أو يطهر نفسه من الشهوات يطهر ماله أيضا من الشبهات نعم. ويطهر آه تصرفاته أيضا مما يضر ويؤذي الناس يعني يحاول أن يدخل في تنزيه وتطهير نعم. نفسه مما يلحق النفس او يلحق القلب او يلحق العقل حتى من الافكار اللي هي يعني افكار ملوثه تضره في الدين وفي الاخره، ايضا عليه ان يعني يتشبه بما في هذا الاسم الكريم من عمليه التطهير الدائم نعم لا. لاعضائه وممكن ممكن نقول لحواسه الظاهره وحواسه الباطنه. سبحان الله فضيلة الإمام وكأن كل اسم من أسماء الله الحسنى لو سرنا على درب معين واتبعنا ما فيه من معاني وصفات لتغيرت الحياة تماما طبعا ولذلك يعني الإنسان اللي هو يتشبه ب حتى ورد هو طبعا لا يقول يعني حديث بحثنا عنه فتشبهوا أو تخلقوا بأخلاق الله نعم هعرفها أخلاق الله من الأسماء الحسنى نعم غير لو قفلت الاسماء الحسنى لا تعرف عنه شيئا في الصفات اطلاقا سبحان الله فنعم فالصفات دي كلها مناجم ومملوءه كنوز مم. اخلاقيه للذي يسير عليها يعني فعلا يسعد في الدنيا وفي الاخره ويسعد من معه مم. في الدنيا والاخره فاذا يعني ممكن التخلق باخلاق هذا الاسم بمعنى التقديس يعني التطهير والتنزيه، تطهير نفسه وتنزيه الانسان محتاج الى 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 وبخاصه مساله الطيران دائما يعمل عمليه مراجعه لافكاره و ادى في حق الله ولا لا، تصدق اكثر ولا لم يتصدق الى اكتسبه من نعم. حلال ام من حرام نعم وهذا فضيلة الإمام قد يتساءل بعض المشاهدين حول اختلاف مفهوم التقديس، يعني بعض المسلمين يقدسون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقدسون الأنبياء، فما هو الفرق بين تقديس الأنبياء أو الرسل وتقديس الذات الإلهية؟ سؤال مهم جدا. بس دعني أولا أن هناك بعض المتشددين يقولون على التقديس لله. نعم لا. لا ما تقدسش الانبياء وهؤلاء يعني نرد عليهم يعني مثلا حتى هم في كتبهم انه مثلا حين يذكرون شيخ ابن تيميه رحمه الله نعم يقولون قدس الله سره ويقولون قدس الله نفسه قدس الله, الله. الله قدس الله روحه ده ده ثابت نعم لكن حينما مثلا تجيبها عن حد ثاني يعني لا يرضون عنه يقول لك لا ده شرك ومش فطبعا التقديس كما قلنا هو التطهير والتنزيه وليس التوحيد وليس العبادة فرق كبير جدا بين التقديس اللي هو التطهير إذا كان أبحناه للشخص وقلنا حظ الشخص حظ العبد من صفة قدوس هو أن يقدس أن ينزه حتى أنا لما قلت يقدس حضرتك انزعجت يمكن بالنسبه للعبد نعم. او قلت لي معنى انه ينزه نفسه او يطهر فالتقديس اذا قلنا معنى التطهير انتهى الكلام نعم يطلق على النبي يطلق على الانبياء يطلق على على الله سبحانه وتعالى ما هي الفاظ مشتركه ويطلق على الانسان تقديس النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التعظيم بمعنى انك انت يعني لانه يس في في مستحيلات على الانبياء في نعم. يعني تجب لهم امور وتستحيل عليهم امور يعني تقدسه عن ان مثلا يملي عليه الشيطان تنزهه عن هذا كل النقائص التي لا تليق بالانبياء ممكن على البشر الغير معصومين اه اللي آه هي مما يحدث, مما يحدث من, من البشر الغير معصومين انت تقدس النبي الانبياء عليهم الصلاه والسلام نعم. عن هذه الافعال كما تقدس الله في صفاته نعم. عن صفات المخلوقين نعم. فهذا يعني موجود وموجود في تراثنا وكما قلت لحضرتك يوصف به كثيرون من من العلماء وحتى يقولون مثلا أو في مساله ان العبد ما حظ العبد من 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 هذه الصفه صفه قدوس يقولون انه يظاهر أو يقدس معنى يقدس عقله ويقدس قلبه ويقدس جوارحه فإنه إن فعل ذلك دخل في حظيرة القدس نعم يعني عَلَى على الأنبياء فقط فعلينا أن نفهم أولا دلالات الألفاظ ومن هذه الثغرة يعني فعلا حصلت يعني لخبطه كثيره جدا عند اخواننا المتشددين وخلطوا بين الاحترام الشديد والتعظيم وبين العباده لا انا كوني اعظم اهل البيت او احترم اهل البيت احترام شديد او كذا او كذا هذا لا يعني عباده لكن هم لو شافوا واحد بيقبل ضريح الامام الحسين احتراما وحبا وتعظيما وتقديرا له فورا ينتقلون من هذه المعاني الى معنى اخر بعيد وهو العباده ويقولون هذا شرك، هذا خطا. نعم الشرك لو انا رحت اصلي للحسين ركعتين واعتقد انه اله. نعم او ينفع او يضر زمك كما اصلي لله سبحانه وتعالى، فاذا يعني مثل هذه الامور يجب التحفظ فيها ويجب وهذا يعني مصدر البلاء في هذا عدم الدقه في فهم اللغه العربيه. نعم العباده لها معنى. تعظيم له معنى والاحترام له معنى وهكذا شكرا فضيله الامام شكرا لمشاهدينا الكرام والى لقاء جديد وحلقه جديده وهذه الرحله المباركه مع اسماء الله الحسنى